السلام عليكم، ورجعنا للحديث عن الجامعات التركية، ورح نحكي اليوم عن جامعة مميزة بأسعارها المناسبة ومكانها المميز وتدريسها باللغتين الإنجليزية والتركية. رح نحكي عن جامعة اسطنبول كنت، مواصفات الجامعة، الكليات الموجودة فيها، سعر التسجيل والأوراق المطلوبة، وبآخر الفيديو رح نحكي عن عرض مهم بس لو سجلت مع الخوارزمي. فخليك معنا، ليه بالتليفون، كبر الشاشة وجيب كاسة الشاي وتعال معي احكي لك على جامعة اسطنبول كنت. يقع الحرم الرئيسي لجامعة كنت أو اسطنبول كنت بوسط مدينة اسطنبول بمنطقة تقسيم أو تكسيم. أنا وين سمعنا هالاسم من قبل؟ How can I get to تقسيم؟ تقسيم. نشأت الجامعة عام 2016 من قبل منظمة غير ربحية اسمها تعليم بلا حدود أو ENEV، ويمكن هذا هو سبب انخفاض أسعار الدراسة بهالجامعة بالنسبة لبقية الجامعات الخاصة، وحتى أسعارها أفضل من بعض الجامعات الحكومية. وهي جامعة حديثة فيها تجهيزات متطورة، مباني ومخابر حديثة، وتقنيات الدراسة فيها ممتازة. بتأمن الجامعة مجموعة من السكنات القريبة للحرم الجامعي لطلابة، لأنه أسعار أجار الشقق القريبة من الجامعة غالية كونه أنه هي بوسط المدينة، وبتأمن سكن جيد جدا بمعايير عالية، الشيء اللي بيساعد الطلاب. وتحوي الجامعة مكتبة مميزة ديكورة جدا حلو، لدرجة أنه أي حدا بيزور الجامعة بيتصور فيها حتى لو ما له علاقة بالتعليم. بيدرس بالجامعة 7000 طالب، 1500 طالب منهم هنن طلاب دوليين، وهو عدد كبير نسبيا بيضمن بيئة متنوعة بالجامعة. بالإضافة إنه عدد الطلاب الأقل هي ميزة، لأنه الدكاترة والمدرسين بصير عندهم عدد طلاب أقل ليركزوا عليهم، وهي بشوفها ميزة مهمة لأنه المكان مزدحم جدا مو أحسن بيئة للدراسة. بتدرس الجامعة باللغتين الإنجليزية والتركية، وبتحوي الجامعة 4 كليات اللي هي طب الأسنان، العلاج الطبيعي، كلية الطبخ وكلية التمريض. وأهم التخصصات بجامعة كنت هو طب الأسنان، وبيكون عليه التركيز الأكبر والتجهيزات الأوسع من قبل الجامعة. وبتحوي الجامعة مشفى طب أسنان بداخلها اللي بيتدرب فيها الطلاب خلال فترة دراستهم، وممكن يخلعوا كم سن بالغلط حتى تقوى مهارتهم ويصيروا دكاترة محترفين. وبالإضافة إنه الطالب لو حب يتعالج ضمن المشفى فبيحصل على خصم 30%. وبتحوي الجامعة بالإضافة لطب الأسنان مجموعة متنوعة من التخصصات. رح نذكر على السريع التخصص، سعر الدراسة فيه، ولغة الدراسة. بالنسبة لدراسة البكالوريوس فعندنا كلية إدارة الأعمال، الدراسة فيها هي 3250 دولار سنويا بالنسبة للغة الإنجليزية، أما اللغة التركية فهي 2025 دولار كل سنة فقط. كلية التمريض بالتركي 2025 دولار، أما باللغة الإنجليزية 3250. العلاج الطبيعي 3250 بالنسبة للغة الإنجليزية، 2025 باللغة التركية. والعلوم السياسية عندنا نفس السعر 3250 إنجليزي، 2025 للغة التركية. أما كلية طب الأسنان فبتكلف 13500 دولار سنويا بالنسبة للدراسة باللغة الإنجليزية، أما اللغة التركية فبتكلف 11250 دولار سنويا. وبالنسبة لكلية العمارة الداخلية فهي متاحة باللغة التركية فقط، 2025 دولار كل سنة. واختصاص علم النفس وفن الطبخ هو نفس السعر كمان، 3250 دولار للغة الإنجليزية، 2025 للغة التركية. وبتحوي جامعة مجموعة متنوعة من المعاهد مثل معهد التخدير، معهد الإسعافات الأولية، معهد برمجة الحاسوب، معهد العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومعهد صحة الفم والأسنان، وكثير تخصصات تانية رح يكونوا ظاهرين على الشاشة. أسعار الدراسة بمعاهد جامعة كنت هي أسعار موحدة 1600 دولار كل سنة. بتحاول الجامعة دائما أنه تأمن فرص عمل لطلابها خلال فترة دراستهم بوظائف إدارية بالجامعة نفسها أو بالمكتبة الجامعية، أو بعد تخرجهم بتعاقدها مع مجموعة واسعة من الشركات بتركيا وخارج تركيا لتوظيف طلاب المتميزين. فممكن طالب يكتب عقد عمل ويأمن مستقبله حتى قبل ما يتخرج. وبتحوي الجامعة أقسام ماجستير متنوعة، أهمها إدارة الأعمال، الرعاية الصحية، التغذية، العلوم السياسية، وماجستير بالطبخ. وأسعار تخصصات الماجستير كلياتها هي 2000 ل3000 دولار فقط خلال الدراسة سنة أو سنتين، ما عدا اختصاص علم النفس العيادي اللي بيكون ماجستير تبعه أغلى من هيك 9 أو 11000 دولار. والجامعة معترف فيها من وزارة التعليم العالي بتركيا، وبالتالي فالشهادة الجامعية جامعة كنت معترف فيها بتركيا وأوروبا ومصر وأغلب البلدان العربية. ومثل ما وعدتك بعرض بيوفر مبلغ كبير من قسط الطالب الجامعي اسمه منحة الدفع الكاش، بيدفع فيه الطالب قسط كل السنوات دفعة واحدة عند التسجيل، وبيحصل فيه على خصم بيصل ل 60% من القسط. وهذا العرض متوفر لكليات طب الأسنان،
التمريض والعلاج الطبيعي فقط. فممكن طالب بهي الحالة انه يدرس ادارة اعمال بمبلغ بيصل ل 3500 دولار فقط بيدفعون عند التسجيل وبقية السنوات ما بيدفع ولا قرش اضافي. ومو بس هيك، بهالفترة مركزنا مقدم تأمين صحي ومعادلة شهادة مجانية للطلاب اللي بيسجلوا عن طريقنا لجامعة اسطنبول كانت. فأسرع بالتسجيل. وهلأ ننتقل لشروط التسجيل اللي هي بسيطة جدا. عنا صورة عن جواز السفر وصورة للشهادة الثانوية، وبس تحصل على القبول من الجامعة فيك وقتها انه تدفع الدفعة الأولى وتقدم تأخذ الفيزا وبعدها تسافر على تركيا لتدرس. لو سافرت حاليا بالفصل الثاني بجامعة كين أو بالفصل الأول للسنة القادمة اللي بيفتح التسجيل عليه بعد عدة شهور من هلأ. وطبعا هاي الأوراق هي لدراسة البكالوريوس. أما للتقديم على الماستر فبالإضافة لهي الأوراق هي شهادة البكالوريوس وكشف علامات لإلها. لو بدك تسجل بجامعة اسطنبول كنت أو بأي جامعة تانية حكومية أو خاصة بتركيا تواصل معنا على الرقم الموجود بصندوق الوصف. ولو عندك أي سؤال أو استفسار فيك تترك لنا تعليق أو فيك تتواصل معي بشكل مباشر عن طريق الواتساب، رقمي بتلاقيه موجود بالوصف. ولا تنسى اشترك بالقناة لو كنت مهتم بالدراسة بالخارج والمنح الدراسية، وترك لنا لايك لأنه هذا الشيء فعلا بيساعد. كان معكم غيث من الخوارزمي الأكاديمي للدراسة بالخارج. بالتوفيق إن شاء الله. سلام.